سراق الكيابل وسراق الأموال بعد بيع الكيابل هذه. محلات عشوائية، مخلفات وأنقاض، عمالة مخالفة، حتى الكلاب الضالة لها مكان هنا. هذا ما ستشاهده في منطقة البدران الواقعة بمحاذاة طريق الدمام الجبيل السريع. حين يحل الظلام تبدأ الحكاية. سحب دخانية تمتد من المكان بسبب حرق الكيابل من قبل العمالة الوافدة لاستخراج الأسلاك النحاسية منها، وفي الغالب هي مجهولة المصدر. هذا الموقع اللي يحرق يومياً من تشمه، هذا هو المكان. روائح خانقة تصل للأحياء المجاورة تؤثر على البيئة وصحة الإنسان. هذا الضرر يسبب خسارة على وزارة الصحة، إن الدولة تدفع ملايين من الريالات لعلاج هالمرضى، ولا بسبب هذا العمال السائبة والمتسترين على العمال. تمتد سحب الدخان السوداء في بعض الأحيان حتى ساعات النهار راسمة لوحة من التلوث في السماء، ومسببة المعاناة الكبيرة للأهالي في الأحياء السكنية القريبة. هذا من قبل البلدية مقفلينه وفتحوه زي ما تشوفون، هذا هو مرمي والعمال داخل يحرقوا ولهم جايبين خبر، شالوا الملصاق يحرقوا داخل، اجي لهم تضرب الباب ما حد يطلع لك، ما حد يطلع. بنظرة سريعة سترى ملصقات اغلاق هذه المحلات المخالفة من قبل الجهات المعنية، ومع ذلك يقوم أصحابها بإزالة الملصقات وفتحها في مخالفة صريحة للأنظمة. عشوائية واضحة في المكان، أسلاك ومواد مجهولة المصدر، مساءات مليئة بالدخان الملوث، وما خفي أعظم. محمد الحمادي، الإخبارية، البدراني.